لازم اطلب من حضراتكم دعاء كبير لعازف ناي انا بعتبره من يعني من اهم عازفي الناي في الوطن العربي. عبد الله حلمي بيمر بازمه صحيه شديده صعبه جدا. محتاج من حضراتكم الدعاء من فضلكم، يعني كل واحد عنده وقت او سمع الكلام اللي انا بقوله. هذا الفنان الجميل العازف الباهر عبد الله حلمي في حاجه الى الدعاء من حضراتكم عشان ربنا يساعده في المحنه الشديده، محنه صحيه شديده بيمر بيها عبد الله حلمي. وانا يعني ارجو من حضراتكم اللي يسمعنا ان هو يتوجه الى المولى عز وجل. هو مش محتاج خالص من هذه الدنيا الان وفي كل وقت، نحن لا نحتاج الا دائما الدعاء الى المولى كي يساعدنا على اجتياز الازمات العنيفه مثل الازمه اللي بيمر بيها الفنان الكبير عبد الله حلمي.